بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أنا في مدينة قرطبة الأندلسية الإسبانية، وأنت تمر في هذه المدينة تجد لوحة سوداء مكتوب عليها بالأبيض محاكم التفتيش، أو ربما نسيت اللون من كثر ما شفت أو من شدة ما رأيت هنا من أدوات التعذيب. محاكم التفتيش، هذه الكلمة مرتبطة بتاريخ 1478 ميلادية. 1478 ميلادية، ومرتبطة باسم البابا سكتيوس الرابع، هو الذي دشن هذه الفكرة. إذن موضوعي عن التعذيب، عن انتهاك حرمة الإنسان، وأنا أقف في معرض محاكم التفتيش في إسبانيا. حولي من تدخل لأن تخرج أنواع وأشكال من أدوات تعذيبي وتعذيبك. لماذا؟ لأن تعذيب أي إنسان هو تعذيب كل الناس. فاخترنا وين نقف عند أي وسيلة من وسائل التعذيب. قالوا وقف عند المقصلة، شوف من فوق تشوف الشفرة، وهنا يوضع الرأس وتقطع الرأس بكل بساطة. وإحنا اليوم كما قلت مرارا وأؤكد أننا ونحن نتكلم في الأندلس من غرناطة إلى طليطلة إلى إشبيلية إلى هنا قرطبة وحتى في مدريد وبقايا المدن، لا نؤرخ، نحن نستنطق ونقرأ التاريخ قراءة تحليلية نستنطقها. في قطع روس عندهم، تاريخ مليان بقطع الروس، وعندنا قطع روس. ما الفرق بين ذاك وذلك؟ الحدث واحد يدان في ذاته، المفاهيم السابقة للحدث، المحرك للحدث، المستفيد من الحدث، من شحن وتحول إلى متوحش ينفذ بلا أي مشاعر، كل هذا يحتاج إلى وقفة طويلة، إلى تحليل، لأن العقول بدأت ما تستوعب. نحن لا نقرأ التاريخ فقط، نحن نقرأ التاريخ ليست وحدات زمنية مستقلة هكذا تمر حدث 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 حدث، نحن نتأمل التاريخ، نحن نمتحن التاريخ، نحن نقرأ بتاريخنا ولا نلوم تاريخ الآخرين فقط، إنما قضية متى غابت القيم، متى توحش الإنسان، إذا حصلت الشروط التي تجعل الإنسان ينتقم من أجل الانتقام، لا يدري متى يقتل لماذا يقتل، وقعت الكارثة. التعذيب وحرمة التعذيب وحرمة انتهاك الإنسان تكون من أصغر فعل، فكيف ونحن نرى هذه الآلات وأصناف التعذيب؟ كان معي ورقة 45 46 50 60 70 لدرجة محاكمة الأموات وإخراجهم من قبورهم ثم محاكمتهم. صدرت محاكم التفتيش سنة 1400، الأمر صدر البابوي 1478. صدر لماذا؟ قبل سقوط غرناطة آخر معقل إسلامي في الأندلس، لاحظ البابوات والقسس و المتدينون المسيحيون أن بعض اليهود يقوم بعبادات غريبة. أي يهود مارسوا ضغطاً على اليهود، دائماً كانوا أقلية مضطهدة، أن يتنصروا. تنصر اليهود جبراً وظاهرياً، لكن يؤدون طقوسهم لا سيما في إشبيلية. غريبة هذه الطقوس، فرصدوها فعلموا أن هؤلاء لم يكونوا على النصرانية اقتناعاً وممارسةً، إنما كانوا خوفاً وتقيةً ورعباً ومجاملةً وخضوعاً للواقع.
فكان لابد من امتحانهم ومن تعذيبهم. هذه المرحلة الثانية. أما المرحلة الأولى التي سبقتها لكي نعطي الصورة متكاملة، فمحاكم التفتيش جاءت في الأصل للنصارى. أي نصارى؟ للنصراني الذي شك في نصرانيته، سمي ملحداً وزنديقاً، وهكذا كان مصطلح الزنديق، بمعنى أن اليهودي والمسلم بمنع عن ذلك. ولكن عندما أصبح الجبر لليهود أولاً ثم المسلمين، كان لابد للمحكمة أن توجد لها، ماذا؟ أن توجد لها وظيفة، فكانت الوظيفة قهر المسلمين وتعميدهم وإجبارهم على النصرانية. فإذا رأوا من المسلم شكا بأنه يعني لم يتنصر حاكموه، فإذا حاكموه وأدانوه قاموا بمحاكم التفتيش وبالمقاصل وبهذه الأدوات التي ترونها. طيب ماذا قال التاريخ؟ قال التاريخ أن 82% من الذين حوكموا بمحاكم التفتيش ومورست عليهم العذابات كانوا من المسلمين، بمعنى أن توارى وضعف وقل نسبة غير المسلمين من التعذيب، والذي سقط في التعذيب هم المسلمون وكانوا هم الأكثر. هذه النسبة تدل على ماذا؟ تدل وتشير إلى أن الكتابات التي كتبت تهون من محاكم التفتيش بأنها عامة، ولا تقولون أنها ضد فئة معينة، كتابات غير حيادية، كتابات إسبانية. وقد قابلنا أكثر من مختص في هذا الموضوع، شرحوا لنا، منهم الدكتور نيكولاس في جامعة ملقا، منهم الدكتور مليكة صاحب الحفريات والأركب يعني الدراسات التراثية والغرناطية وهو إسباني مسيحي، كلهم يؤكدون عدم الموضوعية في ذلك. طيب من الذي اكتشف محاكم التفتيش؟ كانوا ينكرونها، كانوا يطمسونها، ونحن يجب أن نكتشف كل عذابات الإنسانية وكل أصناف التعذيب هنا وهناك، ونفضح حتى بأثر رجعي لكي ندين الظلم ونحقق العدالة. أما من كشف محاكم التفتيش وكيف وقع عليها وأخرجها للعالم فلم يكن مسلماً، كان قائداً غربياً عظيماً عندما احتل إسبانيا، إنه نابليون. بعد الفاصل نكمل إن شاء الله. قلنا وأنهينا الفقرة الأولى من حلقة محاكم التفتيش أي محاكم التعذيب بمن الذي اكتشف هذه المحاكم. قلنا الذي اكتشف هذه المحاكم ليس عربيا ولا مسلما ولا شرقيا ولا مستقيما حتى، لكن الحقيقة المجردة هي البضاعة القابلة للاستيراد والتصدير، وهي التي تتجاوز وبمنأى عن الانتماءات. لماذا؟ لأنها موضوعية ذاتية، تأخذ قيمتها من ذاتها لا من رأيي ولا من رأيك. هذه حقيقة ماثلة، هنا إجرام، هنا قتل، هنا زلزال، هنا شخص معين، مستقلة عن الذات. سمع نابليون بإجرام الكنيسة الكاثوليكية، وقلنا أن سنة 1478 وافق البابا سيكستيوس الرابع على محاكم التفتيش، وقلنا القصة كيف بدأت، وأن كان أكثر المعذبين في إسبانيا في محاكم التفتيش 82% هم من المسلمين، في يهود وفي أقلية مسيحية يسمونهم زنادقة لأنهم شكوا بالنصرانية. وأنا أقف الآن في معرض محاكم التفتيش في مدينة قرطبة الأندلسية في إسبانيا، وعندما تدخل ولا بد أن تأتي وتزور وتقرأ وتدخل لكي ترى هذا الإجرام بهذه الأدوات، حتى أن بعض الأدوات بعد شوي راح نجي عليها لا يستطيع الإنسان أن يذكرها لما يخص النساء. نابليون دخل واستعمر
واحتل إسبانيا ويريد أن يكتشف هذا السر الذي أخفيه. قادته، جنوده، جنده، ادخل اقرأ في المواقع، في الروابط الأصيلة العلمية، في الموسوعات، في التاريخ، في المراجع. يأس وهو يبحث في كاتدرائية كبيرة، الرهبان، البابوات يقولون ماذا تريدون، تبحثون عن الناس، يقولون يعني يقولون لنابليون، يقولون للعالم، يا ناس، في ناس تدخل في هذه الكاتدرائيات ولا تخرج، يا ناس، يا عالم، في يعني أشخاص، في ظواهر، في ناس تختفي، ما تخرج، ما أين المشكلة؟ نابليون أصر إلى أن يأس قادته من قضية اكتشاف شيء. آخر يوم بعد اليأس القائد الكبير ماذا قال؟ قال لهم بأن هذا الدير أو هذا المكان لابد أن يكتشف، فيه ريحة عذاب، فيه ريحة شيء، لابد أن نكتشف. فعند أحد الطاولات وجد حلقة، طاولة البابا أو القسيس أو الراهب، وجد حلقة، فقال أسكبوا الماء، أفرغوا جالونات الماء الكثيرة الكبيرة، فوجدوا أن الماء يتسرب. أين تسرب؟ يتسرب في سرداب. أين باب السرداب؟ فتحوا وإذا في سرداب كبير تحت الأرض. دخلوا، اقرأ ماذا حصل لجنود نابليون، بالتالي هم عسكريون، يعني مقاتلون، ومقاتلون شرسون، ونابليون معروف جيشه ماذا يصنع إذا فتح أو إذا قتل أو إذا دخل في معركة. مع ذلك لم يتحملوا من مشاهد التعذيب ومن الهياكل العظمية، تقيأ بعضهم، أصابهم الغثيان. معنى ذلك ماذا كان يحصل في محاكم التفتيش؟ أرخ غوستاف لوبون المؤرخ الفرنسي والمفكر الكبير في كتابه حضارة العرب، وقال كل من يقرأ عن محاكم التفتيش لا يمكن إلا أن ترتعد فرائصه، شيء مرعب. وذكر عن الراهب بليدة إحصائية أن هذا الراهب قتل 100,000 من قافلة مسلمة موريسكية متجهة مشردة خرجت من بلاد الأندلس وإسبانيا إلى أفريقيا المسلمة، 140,000 قتل منهم 100,000. فلما جاء الخبر بأن عدينا لك 100,000 قتيل، استقبله بارتياح وبنفسية مسرورة. لماذا؟ نحن ندين هذا صدر من أي جهة كانت، لكن عندما نأتي ونقرأ التاريخ نقول وربطنا كما في المقدمة ما الذي حصل وما الذي يحصل. متى ما وضع الإنسان وربي على العصبية وعلى الكراهية وعلى الحقد وعلى النظر للآخر بأنه مستباح، بل استباحته عبادة ولذة وأحياناً متعة، هنا نكون في كارثة كبيرة. لذلك وقفت الفصل في الفقرة الأولى على المقصلة، والآن أقف عند هذه التي ماذا؟ عندما نفتحها تجد الإطباق. طيب، لن أتكلم عن أشكال التعذيب لأن الناس تشوف وتستطيع أن تقول، سأتكلم عن كيف يكتشف المسلم في دولة إسبانيا الكبرى بعد أن دخلت إيزابيلا ملكة قشتالة وفرناندو ملك أراغون، كيف كانوا يكتشفون الذي أخفى هويته من المسلمين؟ كيف نعرف أن هذا مسلم أخفى هويته أو أنه تنصر كذبا بس هو في الباطن مسلم؟ واحد، الختان، مختون معناته مسلم. اثنين، عندما يدفن ينظرون كيف يدفنونهم، هل يضعون وجوههم جهة القبلة؟ فإذا هذا مسلم. ثلاثة، ملابس العيد، إذا هذا مسلم. أخطر ما يكتب في الوثائق وكتابات محاكم التفتيش وفيها رهبان وفيها قضية الصلاة وقضية الطهارة، كانت يعني تكثر في الوثائق الكتابات. أيضا كيف يعرف المسلم؟ وجود مصحف في البيت، أي مصحف يوجد عنده فأنت مدان، حتى ولو لم تكن مسلم ما يوجد عندك إلا أنك تقدره، ما في شيء اسمه ثقافة وقراءة الآخر. كيف يكتشف المسلم؟ الحجاب، أصبح الحجاب تهمة، واليوم الحجاب كيف يحارب في بلاد المسلمين؟
يحارب فكريا، يحارب استهزاء في الصحافة، يحارب حتى في بلاد المسلمين محلات لا يدخلها المحجبات، بلاد مسلمة فيها الجامعات والمساجد والتاريخ والعراقة لا يدخل. ألا تذكرون العنصرية الأمريكية عندما كان السمر والسود وغير الأمريكان لا يدخلون أيضا في المطاعم وفي غيرها؟ شيء مقرف يدلك على تخلف ورجعية وحقد وفي موقف نفسي كبير. وإذا قرأت لستة كيف يكتشف قارئ القرآن المسلم من أجل أن يعذب ويؤخذ إلى محاكم التفتيش، ثم تتعجب من هذه الدكتاتورية العجيبة في هذا التاريخ، لدرجة بلغ بهم استخدام الجانب السيكولوجي النفسي أن يجلسون في مجموعة موريسكيين مسلمون يقولون أنهم تنصروا وعاشوا وخضعوا للواقع، فيقدم لهم الخنزير، فالذي يأخذ مرتبك يراقب، لماذا ارتبك؟ لماذا لم تمتد يده على الخنزير؟ لماذا قال شبعان؟ إذن هذا الرجل ذوق، إذن هذا الرجل عنده موقف نفسي أو أنه يخفي إيمانه فيكتشف. فوق ذلك يشتمون محمداً والقرآن ومحمداً صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ارتج الإنسان واغتاظ معنى ذلك هذا مسلم، يجب ماذا؟ يجب أن يؤخذ ويتابع ويحقق معه في محاكم التفتيش، فإذا اعترف حسب الحكم الذي يصدر به إما إعدام أو حرق أو سجن بمدة طويلة. وهكذا خضع المسلمون وهم الجالية الأكبر إلى القتل. طبعا إحصائيات الحرق، إحصائيات القطع، إحصائيات ليست هذا يعني أهمية الحلقة في أن نذكر، يعني إحنا عندنا قاعدة، الظلم هو الظلم والقتل هو القتل، ونحن ما جئنا هنا لكي نطوف في بلاد الأندلس لكي نقول في تاريخ محارق وقتل وظلم أخفيت ثم برزت، ولكن لكي نربط بالواقع ما الذي يحصل عندنا، هذا ما لا يجب أن نسكت عنه. بعد الفاصل نكمل إن شاء الله. نستكمل الحديث عن محاكم التفتيش، أي محاكم التعذيب التي عرفت تاريخياً، التي قام بها الكاثوليك ضد الأقليات اليهودية وضد الزنادقة، والزنادقة في مصطلحهم أو الملحدين هم النصراني الذي شك في النصرانية. ثم بعد ذلك 82% من الذين أحرقوا وأعدموا وعذبوا كانوا من المسلمين الذين ظلوا في إسبانيا بعد سقوط ممالك الإسلام هناك وآخرها غرناطة. نؤكد هذه المعلومة لكي ذكر الحقيقة المجردة في التاريخ الإنساني. ذكرت لكم في المقدمة التي مضت بأن كيف كان يكتشف المسلم بعد أن سقطت دولة الإسلام وبعد أن طبقت محاكم التفتيش تطبيقاً دينياً بأمر كاثوليكي، وأعطى الأمر الكاثوليكي المناطق الإقليمية حرية التنفيذ فاستقلت بالحكم من غير أن ترجع إلى روما. هذه نقطة معروفة أيضا مما أطلقت أيدي القائمين على التعذيب وعلى التنكيل وعلى كل شيء. من الأساليب التي كانوا يكتشفون بها المسلم أيضا اللغة العربية، إن تكلمت باللغة العربية فأنت مسلم ومن ثم نطبق عليك محاكم التفتيش. من الأساليب أيضا الأكلة العربية، وهناك أكلة عربية مغربية مهمة، إذا اكتشف أن أسرة معينة تأكل هذه الأكلة فهي إذن تنتمي إلى المسلمين الذين أخفوا إيمانهم ولم يتنصروا إلى الكاثوليكية، فماذا كانوا يفعلون؟ إذن كان لابد من الانتباه أين تأكل، ماذا تأكل، متى تأكل. هذه نقطة مهمة أيضا كان يكتشف فيها محاكم الحناء، إذا ورجدوا امرأة وضعت الحناء في أيام العيد أو في أيام الكذا، إذن هذه الحناء من صفات المسلمين ومن طبائع المسلمين ومن عادات المسلمين، سواء كانت عادة أو كانت حكما شرعيا ودينا. وهكذا بدأ يكتشف المسلم في كل مكان وطبقت عليه مسائل التعذيب. وأنا في الفقرة هذه كل يعني لو سويت 10 حلقات وعشر فواصل، لكل فاصل أقف أو فقرة عند مكان من أماكن التعذيب، كرسي المسامير هناك، هذه التي يوضع عليها الإنسان
وتدور عليه وتقطعه هذا يعني كل مكان وسيلة. الشيء الذي قلت للأخوة أن يعني لا يصوروه هو تعذيب النساء في مواطن العفة بأدوات التعذيب، شيء مقرف ومؤذي. والعجيب أن هذا أيضا راح نجي بالفاصل بالفقرة الأخيرة نتكلم أن مثل هذا يحصل في بلاد العرب. فالظلم هو الظلم، ليس له جنسية ولا هوية، وراح نأتي بالنصوص ونتكلم وندين لكي يكون لنا موقف بإذن الله. فوق ذلك التعذيب كان في شيء اسمه الأوتودافي، هذه حفلة ومراسم إيمانية دينية كاثوليكية في قضية كيف نعذب، كيف نحتفل بالتعذيب. تصوروا أمم تحتفل بالتعذيب، يعني قتل الإنسان بحد ذاته موقف يعني مؤلم جدا، لكن أن توجد حفلة في التعذيب، أن توجد الجميع يحصل فرق، أن تطبق حكم شرعي لكي يعتبر الإنسان، أو أن لا، أن تحتفل في التعذيب. كيف يحصل في التعذيب؟ يؤتى بهذا الإنسان الذي يشك في إيمانه الموريسكي المسلم، فيوضع يخرج من السجن ويلبس بملابس القداس المسيحي ويربط في كلتا يديه، ثم توضع بيده شمعة ويجتمع الناس، ثم يمضي إلى ماذا؟ إلى أن كرسي التوبة، هل يصرح عليه الكفر الصريح أم لا، وبماذا يحكم عليه، وبعد ذلك يعدم. العجيب أن فرناندو الملك الكاثوليكي الكبير كان يموت على هالحفلات هذه، يعشقها. ملوك ورؤساء وقادة وزعماء يعشقون القتل. في الوقت الحاضر يرفعون عليهم أفلام الفيديو، لأنه ما يستطيع أن يخرج بقوته، ولا يرفعون عليهم هذه الأفلام لكي يتلذذوا بهذا التعذيب. ولماذا يرفعون عليهم أفلام الفيديو؟ ما أنت قاعد تشوف اللي صاير. كل هذا يا جماعة الذي حصل ينبني على صحيح صفات تعصبية وإلغاء الآخر واستباحة الآخر، لكن أيضا نقطة مهمة، ألا وهو أنه عندما سقط آخر معقل من معاقل المسلمين في الأندلس، أبو عبد الله الصغير الابن الأحمر خليفة غرناطة، هو غرناطة ما هربوا فقط، لا، حاصروها مدة طويلة وخشوا من اقتحامها للخسائر، فدخلوا في وثيقة واستسلام وجاء سلمها وإن كان ذليلا، وقدم هدايا حتى أبو عبد الله الأحمر، لكن قدموا معاهدة طويلة عريضة فيها شروط المسلمين في تسليم غرناطة من هذه الشروط، والمسلمون أن يبقوا على إيمانهم ولا يؤذوا في دينهم ولا يجبروا على دين آخر، وخاصة المسيحية والكاثوليكية التي هي القوة والواقع. اثنين، تبقى مساجدهم بأماكنها، ومن حقهم أن تقوم الشعائر التعبدية. ثلاثة، يتقاضون إلى القضاء الإسلامي والأحكام الشرعية التي ينتمون إليها، كما صنع المسلمون مع اليهود هنا في غرناطة، تركوا لهم أحكامهم الشرعية في محاكمهم، ويدخل المحاكمة الإسلامية إذا اختلفوا هم بينهم ورضوا بأن يكون الحكم الإسلامي فاصلاً بينهم، ويبقون على محاكمهم، وأيضا يعني يأنسون ويتظاهرون ويقيمون شعائرهم الاحتفالية في الأعياد وغيرها. إضافة إلى ذلك، كل الصفات الشخصية لملامحهم الخارجية من ملابس وحجاب العربية لهم، هم لم يبقوا عليهم على ذلك، هم بدأوا يلتقطون أنفاس من هو مسلم. بدأ المسلم يصلي وابنه الصغير لا يراه في القبو، حتى لا يقول رأيت والدي يعمل هكذا، أو يلعب مع الأولاد في الشارع ويقول ويعمل حركات، ما هذه الحركات؟ فيقول والدي كان يفعلها، إذن أنت ابن مسلم، إذن أبوك يخفي إيمانه. إذن كل هذا حصل في الأندلس، وكل هذه الآلات حصلت، ووقف رجال كبار ومؤرخون منصفون يدينون هذا الإجرام، ونحن من يعني تلقاء أنفسنا يجب علينا أيضا أن لا نقرأ التاريخ قراءة واحدة ونقول هذا تاريخ إجرامي أخفي ثم ظهر نقرأه لكي نبكي علينا. الذي عذب بمحاكم التفتيش أقيمت أولا للمسيحيين أنفسهم، للنصارى، ثم لليهود، ثم للمسلمين الأكثر، والدم هو الدم، والإنسانية هي الإنسانية،
والحرام هو الحرام. ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هكذا يعلمنا القرآن الكريم ويعطينا القاعدة الكبرى في قضية أن العدالة مطلقة لا تفرق بين الانتماءات، وأننا يجب أن نرفض الظلم أيا كان، مهما كانت صورته وأيا كان منفذه. ولكن هل نستطيع أن نتغلب على مشاعرنا وانفعالاتنا والاحتقان الذي نشاهده في حياتنا والموقف التاريخي أو الموقف المعاصر؟ هذا يختلف من ثقافة لثقافة، من بيئة لبيئة، من تربية إلى تربية. بعد الفاصل سنتكلم عن نص نبوي عظيم لا يخرج إلا من مشكاة النبوة، يتكلم عن هذه القيمة العظيمة، قيمة العدالة وقيمة الرحمة، والأخطر كيف تعاقب وأدبيات العقاب، لأن العقاب يجب أن يكون، فلا يوجد بلد ليس فيه سجن أو ليس فيه قضاء أو ليس فيه مخفر شرطة أو ليس فيه عقوبة. الخلاف في كيف ينفذ الحكم وأين وعلى من وبالحق أم بالباطل. بعد الفاصل نستكمل الحديث. هذه الفقرة الأخيرة في هذا المكان الكئيب الحزين اللي كله أدوات تعذيب، وفي كل فقرة أقف عند أحد أدوات التعذيب من عصر وقطع إلى آخره، حتى أن المؤرخ الإسباني خوسيه ماردو حصد في خلال 40 سنة من مات وقتل بطريقة القتل، يعني كم حرق كم كم كم. وقلت لكم ليس شأني تاريخ وإحصائيات، الفكرة الأساسية من نعرف ماتوا بالملايين وبالآلاف في التعذيب والتشريد أيضا والتهجير. لم أذكر شريحة أخرى لها حضور في مسألة محاكم التفتيش، محاكم التعذيب على الدين والهوية، ألا وهي شريحة يسمونها في التاريخ الإسباني المتعاونون، أي الذين يتعاونون مع محاكم التفتيش والبابوات والقصص والعسكر والقائمين ومع القائمين على هذه المأساة المروعة. هؤلاء المتعاونون مسلمون، يعني جواسيس، يعني خونة، يعني ألغام. في كل زمان يوجد من هذا النوع، لكن الأخطر لما يكون هذا المتعاون، هذا الخبيث مسؤول عسكري كبير، رمز، قائد، رئيس. هذه المصيبة، فيبيع البلد والعباد والمستقبل والتاريخ والبشر قبل كل شيء في سبيل كرسيه ومصالحه وأحقاده وأمراضه النفسية، لأن الاستعمار سلط علينا أناس ثم استثمرهم مرة أخرى، إما أن ينفيهم بالنفايات وإما أن يستثمرهم مزيدا من التعذيب والتنكيل وإهدار وتفكيك وضياع في المنطقة العربية التي ترون. هؤلاء هم المتعاونون، كانوا أيضا يخضعون لمحاكم التفتيش لاختبارات. هذا متعاون الميول ولا متعاون خوفا ولا متعاون خلاص صاير معانا وعنده ولاء لنا؟ الخيانة الكبرى، الولاء والبراء، هذه العقيدة التي تحارب اليوم كما حوربت قديما والتي مورست خطأ اليوم كما مورست قديما، وأنا سنقف معها وقفة بإذن الله عن اللخبطة. لم يسكت العالم المثقف. في سنة 2002 اجتمع أكثر من 30، تقريبا هم 30 يعني، مؤرخ من العالم الإنساني، وأصدروا بيانا يطلبون البابا بولس الثاني بتقديم اعتذار لهذه المحاكم التفتيش على أساس ديني، وهذا التصنيف وإهدار حقوق الناس والتعذيب. ويوحنا بولس أيضا أصدر بعد ذلك اعتذارا، سواء سبق أو لاحق، لكن هم أصروا على هذا، على هذا الإصدار، وهذا موقف يجب أن نؤيده. أينما نجد موقفا إنسانيا ضد الظلم ومع العدالة نؤيده ونضع أيدينا معه. وكلكم يذكر حلف الفضول قبل إسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان يقف
مع الحق حتى قبل نزول الوحي. وهذا الإنسان العادل الوازن العاقل السوي نفسيا وانفعاليا وعقليا، وهكذا نريد من الناس. طيب، الكلام يطول وأنا أتكلم عن محاكم التفتيش وأنا الآن في قرطبة في إسبانيا، لكن تعال قل لي يا مخرج كم دقيقة باقي لي، بقي لي حتى أوق. طيب، 5 دقائق. تعال، كيف نستفيد؟ قلنا مرارا التاريخ ليس قصة فقط، التاريخ عبرة. كيف نستفيد؟ كيف نقرأ اليوم أكثر الكتب رواجا؟ الروايات، وهي حتى لا تكون تاريخية إنما يعني مصنوعة ومن خيال، وتكون مبدعة وتصدر قيم ومعاني وتحاكم تاريخ وتحاكم مفاهيم وتطرح أفكار حول الإنسان والكون والحياة والعلاقات البشرية. كيف نقرأ هذا الواقع الدامي قديما وحديثا ونحن ننزف وصارت المحاكم التفتيش عندنا؟ وإذا كان الكاثوليك ومحاكم التفتيش وإيزابيلا وفرناندو يحضرون الحفلات ويشاهدونها، فنحن اليوم نشاهد الحرق المتبادل بين المسلمين ويوضع في الصورة، بينما رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا الحديث الذي ذكرت أني سأذكركم به في هذه الفقرة، حديث لا يخرج إلا من مشكات النبوة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الإحسان على كل شيء، ما معنى الإحسان؟ أنك لا تكتفي بأداء الضرورة في المأكل أو المشرب أو قضاء الحاجة أو حتى إشباع الغريزة، إنما تدخل بعدك الإنساني حتى لا تتحول إلى آلة ولا إلى 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 بقايا حيوانات. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. انظر القفزة النبوية العظيمة، انظر يعني المتوقع ماذا. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وأنت تذبح شاتك في العيد أو في الأكل أو في مناسبة فرح أو فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. هنا ذبح للحيوان وللإطعام وللفرح، وهنالك قتل في أي معركة ترى أنك محق فيها. أيضا في المعركة تقتل، تحسن القتل، تقتل كإنسان. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، بعدين قال رجع على الحيوان: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ذبيحته يرحها، هذا الخروف، هذه العنز، هذا البعير. هذا الكلام، هذا القاعدة الكبرى. يأتي أناس باسم الإسلام يمارسون أبشع أنواع القتل والتعذيب والتمثيل لاجتهادات هنا أو رأي شاذ هناك أو استنباط شخصي أو عقد نفسية. القتل هو القتل، نتخلص من يستحق القتل، هو قاتل ومجرم واقتله. أما هذا الذي يحصل وتأتي الكاميرات والبروجكترات وتسلط الكواشف على هذه المواقف المنحرفة التي تصدر من نفوس غير سوية ثم تصدر للعالم على أنه هذا هو الإسلام، ومن من؟ من هذا المسلم وهذا المسلم، مرة باسم الخلافة ومرة باسم الصحابة ومرة باسم آل البيت ومرة باسم الإسلام ومرة باسم الإيمان ومرة باسم الله أكبر. هل هذا هو الإسلام؟ كلكم مجرمون مهما اختلفت الأسماء، الأسماء والانتماءات. الإسلام هو الإسلام. الرسول، القاعدة التي وضعها وأخذوها من حديث نبوي اختلف عليه لكن هذه صارت قاعدة: إذ رأوا الحدود بالشبهات فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. الأصل براءة الذمة وأن تحمل وتبحث عن مخرج. معقولة غوستاف لوبون الذي ذكرنا في الفاصل الأول والثاني صاحب كتاب حضارة العرب يدين محاكم التفتيش ويقول لا تقرأ عنها في أوروبا ألا ترتعد، ويتكلم عن آلاف المسلمين الذين قتلوا ويدينه، ثم يقول كلمته الخالدة: إن الحضارة الإسلامية فتحت العالم وكانت تحمل بيد السيف وبيد آخر المصحف، يعني كانت تحقق العدالة والفتح والمسلح بالرحمة. ما هذا الخلط الذي حصل عندنا؟ قال سبحانه وتعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أي يا رب العالمين لا تجعل من سلوكنا نحن المسلمين فتنة وصورة سيئة للذين كفروا، فيقولون لو كان هذا الإسلام حق لما كان هؤلاء أتباعه. وجاءت في المعركة نهزم في المعركة، فيقول لو كان الله معهم لو كانوا على الحق لانتصروا. فكيف بالواقع العملي؟ ثم كيف بهذا الذي يحصل؟ المشكلة عندما يحصل هذا الذي يحصل من دماء
وإجرام ومحاكم تفتيش عربية ومثبت من الإسلام أيضاً موظفة للغرب وبأدوات غربية. ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ذكر هذه الآية وذكر أقوال التابعين والكبار فيها: لا تكونوا فتنة للذين كفروا. فكيف والواقع أصبح فتنة للذين آمنوا؟ وأنا قلت إن هذه الميليشيات وهذه الداعشيات وكل من يحوم حولها بمذاهبها المختلفة أحد أسباب ميلاد العلمنة وغلظتها وميلاد شباب ملحد يكفر بالدين ويكفر بكل شيء، لأنه يشاهد واقع. وإن كنا نقول له الواقع ليس حكم على الإسلام، الإسلام بموازينه هو الميزان والواقع يحكم عليه. هؤلاء منحرفون، هؤلاء إرهابيون، هؤلاء يقولون انتهى الوقت، وفق الله الجميع لطاعته وجنبنا الله وإياكم الظلم والقتل والإجرام. وكما قال الله سبحانه وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.